أدى الأمين العام للحزب العمال الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز اليوم اليمين كرئيس للحكومة أمام العاهل الإسباني فيليب السادس، وذلك بعد يوم من تصيبه من طرف مجلس النواب. ونال سانشيز ثقة البرلمان كرئيس للحكومة أمس بعد حصوله على دعم 179 نائبا، أي أكثر من الأغلبية المطلقة 176 اللازمة خلال التصويت الأول على تصيبه. وفي الثالث من أكتوبر اقترح العاهل الإسباني فيليب السادس ترشيح السيد بيدرو سانشيز لرئاسة الحكومة. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de la